كلنا شعب البحرين شنو في ظلام، وإن اختلفت وتفاوتت الظلامات ولكن كلنا أهل ظلام. فإذا كلنا في معرض شنو وفي مظل استجابة الدعاء. هذه فرصة ما نفوتها. قد يكون الإنسان هم عنده هو والد فيدعو إلى ولده، قد يكون هو ماذا يدعو إلى إخوانه بظهر الغيب، وأيضا هو مظلوم. فهذه فرصة شنو الإنسان لا يفوتها لاستجابة الدعاء. بعض المخاطر تتعلق بالوضع أشير إليها وأختم حتى لا أطيل على إخواني الأعزاء وأخواتي الكلمة. الإصرار والثبات مطلوب. النظام أوصف واقع، هذا النظام نظام شرس، وإن تظاهر ماذا؟ وإن تظاهر بهذه المظاهر إلا أن في واقعه هو نظام شرس، ولو أتيحت له الفرصة لما كان فعله بمن يطفر به بأقل من الأنظمة التي يضرب بها المثل في الدكتاتورية والاستيلاء والاستبداد. ومطالب الناس ليست قليلة، أقل ما يطلبه الناس أن يحكم، سواء كان عبر الديمقراطية بمعنى أن تكون أن يكون الشعب هو مصدر السلطات حقيقة، وهذا أمر كبير جدا ومساحة واسعة، لا نظن بأنه ماذا هذا النظام يتنازل عنها، يعني معناته سير مثل ملكة بريطانيا قد على الرف، وله شنو وله صبغة سورية. هذا مطلب كبير ما يتنازلون عنه. فبالتالي حتى هذا المطلب اللي البعض يمكن يشوفه شنو قليل، وفي الواقع هو مطلب كبير. للحصول عليه يحتاج إلى الإصرار والثبات. الأمر الثاني يحتاج إلى الوحدة. الأمور التي من شأنها أن تشق الصف، تفرق الكلمة، تمزقنا، نبتعد عنها. هذا مو فقط في أيام الشدة، يعني إذا شفنا شنو الشدة والوضع ضاغط وما عدنا منفس، فقط تكون كلمتنا واحدة، ولما نشوف شوية صار عدنا شيء من المتنفس، كل واحد منا شنو يريد أن يصعد على الآخر. لا، هذه واحدة من أسباب تأخير النصر. يحصل النصر ثم المؤمنون بعضهم يأكل الآخر، يعني يخسرون آخرتهم. الله سبحانه وتعالى ما ينصرهم بهذه الطريقة، لأن هذا في الواقع ما في مصلحة إلى المؤمن، هذا في مفسدة إلى شنو؟ إلى المؤمن. المؤمن سعادته في الآخرة وفي الدنيا، فإذا كان نصره في الدنيا يسبب له الشقاء في الآخرة، الله سبحانه وتعالى لا يوفقه إلى هذا. أمر آخر أقول لابد يكون عندنا شنو وحدة، وإن اختلفنا في التفكير، وإن اختلفنا في مقدار المطالب، إلا أنه يجب أن تكون شنو كلمتنا واحدة، بمعنى أن لا ينال بعضنا من البعض الآخر. حتى يصير عندنا صمود ويصير عندنا ثبات لابد من الترابط والتكاتف. هذه مسألة مهمة جدا. ومع الترابط والتكاتف والإصرار والتوكل على الله سبحانه وتعالى، في ذلك الوقت الله سبحانه وتعالى يهيئ أسباب الفرج.
ولعله من حيث لا نشعر. كثيرا من الأحيان يأتي الفرج إلى الإنسان من حيث لا يحتسب، من حيث هو لا يتصور، من حيث هو يعني من طريق مراس منه. قد يكون فيه تضحية وفيه بلاء وفيه وفيه وفيه، ولكن من طريق مثلا لا يتصوره الإنسان. وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى: إن تنصر الله تنصركم. وخلى تكون نفسياتنا أيها الإخوة والأخوات، إحنا حققنا هاي النصر المادي اللي إن شاء الله سوف يتحقق قريبا وعاجلا أم آجلا. فهذه دولة الشعوب لا دولة الأنظمة. يعني هذه الفترة وهذه المرحلة مرحلة الشعوب. الشعوب ستحكم نفسها. قد يكون هذا قريبا أم بعيدا، ولكنه سوف يتحقق. وأنا على يقين، وليس هذا للتشجيع، الشعب الذي يملك أمهات يدفعن فلذات أحفادهن إلى هذه المسيرات وإلى هذه المواقف، والتي تعلم الأم أن الابن قد لا يعود وقد يستشهد وقد يقتل، الشعب اللي يملك هاي الأمهات ويملك آباء من هذا النوع الذي إذا عزي في ابنه الشهيد لا يقبل التعزية وإنما يطلب التهنئة، شعب من هذا النوع الله سبحانه وتعالى يعصره ولا يتخلى